بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد أبطال الصف الأول على منصة التميز التعليمية مع قسم التربية الإسلامية، ومع حصة جديدة وسورة جديدة من سور القرآن الكريم. سورة اليوم يا أبطال هي أقصر سورة بالقرآن، وهي سورة الكوثر. هيا بنا نتعرف على سورة الكوثر. سورة الكوثر يا أبطالي سورة مكية، قلنا معنى مكية أي نزلت بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، لذلك سميت سورة مكية. عدد آيات سورة الكوثر 3 آيات، يبقى معنا 3 آيات يا أبطال هنستمع إليهم ونتعرف على معنى الآيات، سبب نزول الآيات، وبعدين نردد بعد ذلك الآيات كي نحفظها بإذن الله تعالى. هيا بنا نستمع لسورة الكوثر ثم نعود إليكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إن فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. استمعنا الآيات الكريمة يا أبطالي. طيب، معاني الآيات يا أبطال أو معاني الكلمات، الله تعالى يقول إن أعطيناك، معنى أعطيناك أي وهبناك. الكوثر المقصود به الخير الكثير يا أبطال، والمقصود هنا تحديدا هو نهر الكوثر الموجود في الجنة. فصل لربك أي اشكر ربك بالصلاة له، أي صلاة العيد. وانحر أي اذبح لله وحده. إن شانئك أي مبغضك الذي يكرهك ولا يحبك، وهم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر. الأبتر الذي ينقطع نسله من بعده فلا يذكره أحد بعد موته، أي لا ولد له. طيب، المعنى الإجمالي يا أبطال، هذه الصورة خاصة بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لترفع عنه الهموم والأحزان وتبشره بالخير الكثير، ومنه الكوثر الذي هو نهر في الجنة، وتوجهه إلى طريق الشكر لله تعالى. ده المعنى الإجمالي للآيات. طيب، سبب نزول سورة الكوثر يا أبطال، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له ابن وهو القاسم. لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يدعى العاص بن وائل السهمي، فقال هذا العاص بتر محمد بعد موت القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل بتر محمد، أي انقطع نسله أو نسله من بعده، ويشير بذلك إلى موت الذكور من أولاده صلى الله عليه وسلم. وهو يرى أن انقطاع النسل يعني انقطاع ذكر الإنسان وأثره في الحياة، وقد نسي أن الإنسان إنما يذكر بأخلاقه وبأعماله وخيراته بعد موته. ماشي أبطال؟ يبقى ده كان سبب نزول سورة الكوثر. طيب، أوصاف نهر الكوثر يا أبطال الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهر في الجنة، وصفه حافتاه من الذهب، الحافتين أو الشط زي ما احنا بنقول من الذهب، ومجراه على الدر والياقوت. مجرى النهر بيجري على الدر والياقوت، وتربة النهر، التربة اللي موجودة أطيب من المسك، يعني رائحة هذه التربة أو هذه الطينة هي أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، ولا يشرب منه إلا الصالحون. يبقى دي أوصاف نهر الكوثر يا أبطال. تعالوا مع بعض نردد الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الآية الثانية، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. نجيب الأولى والثانية مع بعض، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. نقرأ الثلاث آيات مع بعض يا أبطال. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. كده يا أبطال نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.